السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نجرب حاجة جديدة مع فيكتور بلوكس، ودي برمجة من خلال البلوكات. ان احنا عايزين نسأل المستخدم سؤال، ولما يدينا الإجابة نبدأ ان احنا نعرضها له بشكل اخر. طيب، يبقى انا عايز أبدأ في ايفنت، أبدأ اخد العلامة ديت، وبعد كده انا عايز أسأله، فهقول له ask. تمام، ask ايه؟ ممكن نقول له انتر يور نيم مثلا، مفيش مشكلة، او تقدر تغيرها تخليها اي سؤال انت عايزه. طيب، هو دلوقتي احنا خدنا منه الاجابة، فانا هقول له بعد كده ان انا عايز ست، يعني خلي القيمة ديت. تمام، هيت محتاج ان انا اعرف متغير، فهقول له ميك ا فاريبل وهسميه نيم 1، وبيقول هيبقى نمبر ولا سترينج؟ هيبقى سترينج. هيبقى فور اول سيبريت، يعني كل الاشكال ولا الشكل ده بس؟ اقول له اوكي نيم 1. تمام، طيب يبقى انا لو جيت هنا هلاقي في نيم 1. نيم 1 ده المفروض هيساوي ايه؟ هرجع تاني هنا واقول له ان ده الانسر، يعني اجابة السؤال دوت، شوف الاجابة هتبقى ايه وخليها في نيم 1. تمام، طيب دلوقتي بقى محتاج ان انا اكرر دي تاني، اكرر اهو بالشكل دوت. تمام، وهاجي هنا واتس يور نيم، خليها مثلا واتس يور نمبر. تمام، وهنا بقى محتاج ان انا اعرف متغير، هقول له اعرف المتغير اسمه نمبر 1 ويخلي نمبر. اوكي اهو، طيب هنا بقى بدل النيم هيبقى نمبر 1. يبقى انا عندي الشكل ده، هيسألني سؤال وياخد الاجابة يحطها في متغير، وبعد كده يسأل سؤال تاني وياخد الاجابة. طيب بعد كده انا بقى محتاج ايه؟ حتى هنا حط لي نيم 1 وحط لي نمبر 1 كده. انا محتاج بقى اخليه يقول سي. تمام، طيب انا عايز يبدأ بقى يكتب لي الكلام، فهستعين بجوين اهوت بالشكل دوت. طيب انا عايز اخليه يقول كلمة وبعد كده يقول كلمة تانية، فممكن اخد امر جوين تاني اهو احطه هنا، واخد برضو امر جوين تاني احطه هنا، واقول له هنا ان دي الانسر دوت، او هنا هقول له ان ده نمبر 1 هنا ونيم 1 هتبقى هنا. على سبيل المثال هقول له فاريبل واروح واخد نيم واروح قايل له حطها هنا، والنمبر هقول له حط هنا، واقول له هنا يور نيم وهنا يور نمبر. ده الاساس اللي بعد كده من خلاله نقدر ان احنا نعمل برنامج ياخد الاسم والباسورد ويتأكد منهم. تمام، خلينا نشغل. فبيسألني اسمك ايه، هقول له مثلا عمر، النمبر بتاعي 13، فيظهر عندي بالشكل دوت. نعملها تاني عشان يختفي بسرعة. الاسم عمر، ممكن نحط مسافة في الاول او نحطها في الجملة. تمام، وبيقول لي رقمك كام؟ 13، فيقول لي يور نيم عمر يور نمبر 13. فدي الفكرة، ان انت تطلب معلومة من المستخدم وتحطها في الاجابة بتاعتك او في الكلام اللي هيظهر دلوقتي.